هل يمكن اشرح لي وفي بيان عاجل لوزير الماليه الجديد في تصريحات مهمه بتهم جميع المواطنين وبتفرح المواطنين؟ تعالوا بينا نشوف التفاصيل ونشوف البيان العاجل لوزير الماليه الجديد بيقول ايه. في اول تصريح لوزير الماليه الجديد الدكتور احمد كاجو بعد ادائه اليمين الدستوريه واستلامه حقيبه وزاره الماليه خلفا لسابقه الوزير محمد معيط، صرح بأنه على حسب ما قال لسانه سنبذل كل ما في وسعنا لتخفيف الأعباء المعيشية في الموازنة الجديدة وتنفيذا للتوجيهات الرئاسية وذلك لتحفيز نمو القطاع الخاص، وسوف نقوم بدفع مبادرات تشجيع الإنتاج والتصدير وتعظيم المكون المحلي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية. بناء الإنسان المصري ليتصدر أولويات البناء العام وخاصة في مجالات الصحة والتعليم، وسنبذل كل ما في وسعنا وستعمل الوزارة بكامل طاقتها لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خاصة لما لحق بهم في الفترة الأخيرة من ظروف اقتصادية صعبة وتبعيات صعبة أدت إلى مزيد من المشاكل، وسنعمل جاهدين على حل هذه المشاكل إن شاء الله خلال التنفيذ الفعلي للموازنة العامة الجديدة للدولة وذلك في العام المالي الجديد، حيث سنعمل إن شاء الله على التوسع في الحماية الاجتماعية وسيكون هناك رابط أكثر استهدافا للمستحقين للدعم في مواجهة التضخم، وسوف نكون إن شاء الله ملتزمون بالإدارة المرنة للمخاطر الاقتصادية وذلك لاحتواء الصدمات التي قد تنجم لنا داخليا وخارجيا، ونحن إن شاء الله سوف نكون ملتزمون بالانضباط المالي والحفاظ على الفائض الأول ووضع الدين والعجز وضع الدين والعجز في مسار انزولي مستدام إن شاء الله، وأيضا نحن ملتزمون بتخفيف العبء على كاهل المواطنين سواء كانوا موظفين أو غير الموظفين أو أصحاب المعاشات، وسوف نعمل جاهدين إن شاء الله على تذليل كل العقبات التي تواجه المواطنين والعمل جديا في طريق يعني تخفيف العبء زي ما قلنا عن المواطنين ومحاولة حل المشكلات التي تفاقمت الفترة الماضية إن شاء الله، وكان هذا على لسان وزير المالية الجديد. نتمنى ان هو فعلا الكلام ده فعلا يكون حقيقي ويتم عمله، وبكده بيكون انتهينا من الفيديو الصغير بتاعنا، وياريت تشتركوا في القناة ودعمونا بزر بدعمونا باللايك والشير، ضغطوا زر الجرس او الاختيار الاول والكل عشان يصلكم كل جديد، وكان معكم سيد شاكر من قناة شرح لي، اشوفكم على خير.